قصص عم تكتب أسامينا عزمان الماضي وتمحينا يا قصص عم تكتب أسامينا عزمان الماضي وتمحينا جينا نحنا وغنالينا والرقص طويلة لينا ليالينا ليالينا. أقول تونس أسميك يزهر في شفتي الكلام ويومض في ناظري الألق وأكتب اسمك تغدو الحروف نجوما ويخضر بين يدي الورق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من حصة يا قصص. وظيفتنا في هالحلقة الشاعرة والناقدة التونسية وأستاذة الأدب العربي والترجمة في تونس جميلة المجري. من مؤلفاتها ديوان الوجد سنة 95، ذكرت الطير هي مجموعة شعرية فازت بها سنة 2006 بجائزة بالقاسم الشابي للشعر، ورواية بغداد في الليلة الثانية بعد الألف، وغيرها من الكتابات الأخرى. أنا بدأت علاقتي بالكتابة من القراءة كما قلت طبعا منذ نصوص الابتدائي. هناك نصوص كنت أتأثر بها بأسماء الكتاب، خاصة ما كان يعجبني أو يستهويني هو اسم الكاتب تحت النص، خاصة تحت نصوص المحفوظات، الأشعار التي كنا نغرم بإلقائها وقراءتها ونتأثر بموسيقاها وإيقاعها، وثم اسم الكاتب الموقع تحت النص كان يغريني بأن أصبح مثله، بأنه في يوم من الأيام وأنا في سن صغيرة هذه أن يصبح لي توقيع تحت نص. ظللت مسكونة بتلك الرغبة، ثم بدأت علاقتي بالقراءة تتطور، فكانت علاقتنا بالقراءة وخاصة بالنسبة للشغوفين مثلي وغيري بالقراءة كانت لم تكن سهلة، ورغم ذلك تعلقنا بالقراءة. ثم جاءت مرحلة الكتابة. أتذكر علاقتي بالشعر، خاصة أن أخي الأكبر كان له صديق يشتغل بالمكتبة الجهوية وأحيانا يأتي بكتب. أتذكر بالنسبة للقصص كتاب ألف ليلة وليلة، أو قصص مقتطفة من ألف ليلة وليلة منفصلة وحدها، أو جاءنا مرة بديوان أبي القاسم الشابي. وأنا في الابتدائي بدالي ذلك الكتاب غريبا وعجيبا، أول مرة أمسك بكتاب كبير، كانت طبعة قديمة، كتاب حجمه كبير وأتذكر فيه رسوم الرسام حاتم المكي، بدت لي غريبة ولم أستطع أن أقرأ. الطباعة لم تكن في ذلك الوقت جيدة مثل اليوم، كانت قراءة النصوص صعبة، بدأت أحاول قراءتها صحيحة، وتلك علاقتي بالشابي وظل اسمه محفورا في ذاكرتي. وأحببت قصيدته عش بالشعور وللشعور، فإنما دنياك كون عواطف وشعور، شيدت على العطف العميق وإنها لتجف لو شيدت على التفكير. وأحببت هذه القصيدة الرومانسية وترك التفكير، ومن هنا جاءت علاقتي بالشعر من خلال أبو القاسم الشابي. ثم علاقتي بالقصة والرواية، أيضا شغفت كثيرا بقراءة القصص، وفي جيلي كان الشغف بقصص جورج زيدان، سقر قريش وفتاة القيروان والعباسة أخت الرشيد، وبصفتي أصيلة القيروان فتنت ومثل غيري من صديقاتي فتنت بقصة أو رواية فتاة القيروان لجورج زيدان، وكانت كل واحدة منا تتصور نفسها هي فتاة القيروان. من هنا جاءت علاقتي بالرواية وبالشعر. فيما بعد تأتي مرحلة المراهقة، حيث بدأنا في قراءة القصص أو الروايات العاطفية، وجاء يوسف السباعي وحسين عبد القدوس ورد قلبي والوسادة الخالية، وفي جيلي أكيد من يرون الآن يتذكرون تلك المرحلة. وجاءت مرحلة الشعر، نزار قباني، نحن التلاميذ لم يكن نسمح لنا بشراء خاصة الأشعار، وإذا عثر عليه الأولياء لدينا وأشعار نزار قباني في ذلك الوقت، قالت لي السمراء وقصائد متوحشة والرسم بالكلمات، ظل ديوان الرسم بالكلمات الذي هو نفسه يمثل منعرجا في المسيرة الشعرية نزار قباني أثر في كثيرا. كل الدروب أمامنا مسدودة وخلاصنا في الرسم بالكلمات. وبدأني في مرحلة الوعي شيئا ما، وقراءة القراءة النوعية للكتب وللشعر،
لأنه في مرحلة فيما بعد صرنا نخجل من قراءة القصائد من هذا العاطفية، وشوقفنا جاء فيما بعد اطلاعنا على سيب عبد الوهاب البياتي وأمل دنقل وصلاح عبد الصبور وروايات نجيب محفوظ والمسعدي طبعا في تونس ذلك الوقت. في نفس المرحلة التي قرأت فيها سد بدأ شغفي فيها أيضا بعلي الدعاجي، قصصات علي الدعاجي وبدقلة فعرجينها للبشير خريف، وشغفت بقراءتها جدا لأنها أجواء تونسية صميمة قريبة منا. كذلك قصص الدعاجي لأنه أحيانا يطعم قصصاته بحوار باللهجة الدارجة، فنحس أنها قريبة منا بأجواء الساحرة التي يرسمها الدعاجي الحياة التونسية التي نعيشها. أنا بدأت كتبت قصة قصيرة في البداية قبل أن أتحول إلى الشعر، وانخرطت في نادي القصة ونشرت بمجلة الإذاعة التونسية، وشاركت في حصص أيضا الحصة التي كان يسيرها بالإذاعة المرحوم الشاعر أحمد اللغماني، وفزت عديد المرات بالقصة القصيرة، كتبت قصة قصيرة، ثم تحولت إلى الشعر. وتأثرت، كان يسبقنا في القيروان الشاعر جعفر ماجد، هذا قرأنا له وتأثرنا به، ثم تحولنا كما قلت عندما قرأنا البياتي والسياب وأمل دنقل وصلاح عبد الصبور وهذه الموجة وأحمد عبد المعطي حجازي، بدأت تتحول كتاباتنا لتأخذ شكلا جديدا. وشغفت كثيرا بالسياب، ما زلت إلى الآن أحس أن سياب أقرب شاعر إلى وجداني، أحب أشعاره وأتفاعل معها، رغم أن هناك شعراء آخرون كبار أيضا أقرأ لهم بشغف، وأنا كثيرة القراءة. تظل كما قلت هذه الكتب التي ذكرتها كلها قريبة مني، دقلة فعرجينها لبشير خريف منذ قرأتها لم أنسها، لم أنسى تفاصيلها، تفاصيل الحياة اليومية في الجريد التونسي، مرحلة من مراحل الحياة في تونس. السد أيضا كشكل آخر ذهني وفلسفي أيضا أحببتها جدا وتأثرت بها جدا، رواية المرحوم محمود المسعدي، في الشعر أبو القاسم الشابي، في الشعر التونسي في جيلي وما زال إلى اليوم، شاعر خالد لا ينسى عندما نقرأه، كذلك مراحل أخرى كما قلت السياب، بدر شكر السياب أيضا قريب مني جدا ومن وجداني جدا ومقيم في الذاكرة، أستحضره دائما. قرأت منه القليل ديوان الشاب القديم كما قلت وأنا في السنة الخامسة ابتدائي يمكن في تلك السن، لكن رغم ذلك أحببته وتمنيت امتلاكه، لكنه كان أتى به أخي من مكتبة عمومية لا يمكن أن أمتلكه. هذا التيار الوجودي في سني طلعنا عليه حتى من خلال أستاذ الفلسفة عنده وأستاذ اللغة العربية والأدب عندما كانوا يحكون لنا عن جون بول سارتر ومن أين جاءت الوجودية وهذه الفلسفة، ثم المسعدي وقصة سيزي أسطورة سيزيف وتصعيد الصخرة، وكنا اكتشفنا ذلك كأننا نكتشف عالما آخر لم يكن يخطر ببالنا. بدأت في قراءة نجيب محفوظ بأقل وعي في الثانوي، ثم في مرحلة الشباب بدأنا نقرأ نجيب محفوظ بوعي أكبر، وبدأنا نشاهد الأفلام في السينما التي تجسد روايات نجيب محفوظ، والشرقاوي في الأرض، وهيكل في زينب، هذه الروايات المصرية الرائدة. وجاءت مرحلة قراءة أخرى أكثر نضجاً للرواية، وبدأ أن أفهم المسرح الذهني لتوفيق الحكيم من خلال البرامج المدرسية، ثم اطلاعنا الخاص. القيروان حيث نشأت، وفي حي عتيق لا يمكن أن يعيش فيه الواحد ولا يؤثر فيه ولا يجعل منه
كاتبا أو شاعرا خاصة. نشأت في حي الجامع أقدم حي في القيروان، بيتنا أمام الجامع الأعظم جامع عقبة بن نافع. عندما أقف في باب بيتنا وباب الجامع مفتوح أرى بيت الصلاة. في القيروان عندما بدأت أعي القراءة وأقرأ وعرفت أن القيروان ينتسب إليها شعراء وأدباء، وتعرفت على أبي الرشيق وابن شرف والحصري القيرواني صاحب ليل الصب، وحتى في مجال العلوم وابن الجزار الذي أعرفه في القيروان منذ نشأتي أن مستشفى القيروان يحمل اسم ابن الجزار، ثم تعرفت عليه من خلال القراءة. فنشأ لدي شعور خفي أنني ربما أعيش في نفس المكان وأسير على خطى وأتنفس الهواء الذي تنفسه هؤلاء. ثم المدن الأندلسية، أيضا طريق الأندلس ساحر، زغوان مثلا مدينة أندلسية، وفي الحقيقة لا أستطيع أن أفاضل. توزر مدينة بالقسم الشابي بواحاتها وطابعها الخاص، أيضا هذه مدن كلها أثرت في ذاكرتي. لتونس هذا الهوى، لتونس هذا الهوى عتقته الأصول، فوحدك تونس تبقين لي حين يمضي الرفاق وينسى الخليل الخليل. فكيف أجيب إذا ما سئلت، بماذا أجيب إذا ما سئلت لماذا أحبك، من أين أبدأ في القول ماذا أقول. من الحب ما لا يقال ولا تحتويه الفصول، وفيك من الحسن ما يقصر القول عنه وما لم أقله وما لا أقول. فقرطاج بدء الهوى، وللروح في القيروان حلول، وعشقي لنخل الجنوب إذا قلت فيه قصيدا يطول.